غريب. لا أدعي أنني قاضي. تحياتي أيها العم، لو سمحت أين العالم أحمد بن موسى؟ أجل، أكثر بني موسى حباً للمغامرة، ورشته خلفي مباشرة. أشكرك أيها العم. باسم، أنت يا ذا التسعة أصابع، هنا. نهال، ما الذي تحملينه أيتها السارقة؟ إنه كتاب، على الأقل تمكنت من إنقاذ واحد من الحريق. إن أمسكوا بك تسرقين سيقطعون إصبعاً، لا مهلاً، بل يداً بأكملها. هذا ليس طريفاً. إذن لا تضحك. حسناً، مزاجك جيد وأنا لدي أمور أنجزها، ليس شيئاً يهمك. أمور المستترين السرية، ما الذي أنت بصدده هذه المرة؟ ستطعن؟ تسرق؟ أم ستطعن ثم تسرق؟ ذلك ما تجدينه يا نهال. مجرد فقدانك إصبعاً لا يعني أنك فقدت مهارتك. بالنظر إلى كل هذه الأدوات والكتب يبدو أنها غرفة أحمد، لكن أين هو؟ يبدو أن أحمد بصدد العمل على شيء جديد، لكن ماذا؟ يوقع أحمد على أعماله دائما، هذا من صنعه بلا شك. كتاب شعر آخر من تأليف عريب، كان سيسر تبت بهذا. أدوات قياس مثل التي كان يمتلكها أبي، لكنها تخص أحمد. يقول الخطاب إن هذه كتب أحمد، رسوم توضيحية وأدوات آلات وغرائب أخرى. هذه ورشة أحمد بالتأكيد، لكن أين عساه أن يكون؟ معذرة، أساعدك بشيء؟ أبحث عن أحمد بن موسى، أتعرف أين يمكنني العثور عليه؟ قد أتمكن من مساعدتك، اتبعني. هل هذه زيارتك الأولى لبيت الحكمة؟ لا، كنا نتسلل إليه في صغرنا أنا وصديقة لي، علمنا أنفسنا القراءة في مكتبتكم. على الصغار اتباع أسوتكما الحسنة. يخالفك الأمناء الذين أخرجونا من بين أكوام الكتب يومياً. إنهم يؤدون عملهم ليس أكثر. وما الذي درستماه في بيت الحكمة؟ كنت أحب الشعر والحكايات البطولية، أما صديقتي فكانت تفضل الآلهة الوثنية والسحر الأسود. هذا مثير للاهتمام. وهل اتبعت شغفك الشبابي وأصبحت عالماً؟ عندما ينتظرني العالم بأسره؟ لا، يمكنك القول إنني رجل مكلف بمهمة. حسناً، ماذا عن صديقتك؟ لا، إنها لا تزال تبحث عن شيء، لكن لا أعرف ما هو. هذا مؤسف. ليس مع كل هذا العدد. قربنا على الوصول الآن. أشعرك أنه لحم في قدر من حديد. النجدة يا حرة! أتعرض للهجوم. ماذا؟ أيها الكاذب! أرجوك لا تؤذني. لقد قدتني إلى فخ يجدر بي قتلك في مكانك. أعفو عن الطيب حامد. إذن أخبرني، أين أحمد بن موسى؟ أرجوك يا سيدي، إنني لا أعرف أين هو، حقا لا أعرف. أخبرني، لماذا قدتني إلى كمين إذن؟ هو من أجبرني على ذلك. من هو؟ ليس أحمد قطعا. لا أعرف اسمه، فقد كان يرتدي قناعا على الدوام.
وما الذي يريده هذا الرجل المقنع؟ إنه يأمرني بإبعاد الجميع عن موقع حفر بيت الحكمة، وإلا... وإلا ماذا؟ سيلحق الأذى برأسي مثل ما فعل مع الآخرين. أرجوك اعفو عن المتواضع حامد. أين موقع الحفر هذا؟ في البادية خارج المدينة. هاك دعني أرسم لك خريطة. على الخريطة إرشادي إلى موقع الحفر. أعمال حفر هائلة، ما الذي ينوون فعله؟ مرتزقات يحرسون الموقع، لابد أنهم وجدوا شيئا مهما. أحمد المميز، لابد أنه ملكه. مثير للاهتمام، خطاب إلى أحمد من الطبيب حسان. لابد أن أحمد في المستشفى ويعمل مع هذا الطبيب، لكن ما علاقة مبتكر شهير بطبيب؟ لابد من وجود رابط ما. البيمارستان، المكان الذي يجتمع فيه أفضل معالجي بغداد. العثور على الطبيب حسان سيدلني على أحمد. طريق العودة. شخص آخر من موقع الحفر، هذه المرة بإصبع مكسور، إلا أنه بعد علاجه جن جنونه تماما. من الأفضل ألا نتحدث عن هذه الأمور. أحتاج طريقة لدخول حجرة الطبيب حسان. كثيرة للانتهاء. بالله أنا أتحدث عليا للأعذار وسأحكم. هذا هو شعار التنظيم. كل هذا يثبت أن الطبيب حسان واحد منهم. هذا الخطاب يثبت ذلك. حسان متورط في التنظيم إلى أخمص قدميه. لدي علماء مصابون بالحروق هنا. تعرض بعض علماء بيت الحكمة للحريق وهم ينقذون الكتب. نريد الغرفة من أجل المصابين. لا، ذلك مختبر الطبيب حسان الخاص. إنه مقفل ولا يسمح لأحد بدخوله. هل سنترك ضحايا الحريق إذن بالخارج فحسب؟ هل من أحد يجيبني؟ من فضلك اخفض صوتك.
إنك تزعج المرضى. يبقي الطبيب حسان مختبره مغلقا. أتساءل لماذا؟ العيب في أساليبي بل في الآلية نفسها، إنها تحتاج إلى مزيد من المختبرين للبحث. إنني بالتأكيد لست بحاجة إلى تدخل مبتكر عديم النفع في العمل العظيم. ألست أنا الأزدهى العظيم المخيف؟ ربما لا يجب أن أجهر بذلك. ركز يا حسان. مات الطبيب، والآن حان وقت العثور على أحمد وحل هذا اللغز اللعين. باسم، ماذا جرى هنا؟ أين كنت يا أحمد؟ كنت بالجوار، إنني دائماً بالجوار. هل لا تخبروني بما حدث؟ أتدري بأن هذا الرجل يعمل لصالح التنظيم؟ لقد دعاني منذ بضعة أسابيع بعد أن وجدوا شيئاً في الصحراء، آلية قديمة من نوع ما، احتاجوا إلي لي. ولم تطرح أي أسئلة؟ لا أطرح أسئلة عندما يتعلق الأمر بالعمل. وأنت؟ أخبرني بشأن هذه الآلية. إنها تفتح مساراً داخل العقل إلى العالم القديم. هذه الآلية بشكل ما تفتح أبواب الإدراك. هل رأيت هذا بنفسك؟ لا، لكنني سمعت حكايات عمن رأوا. إنهم ضائعون يا باسم، لأنهم يعتقدون أن ما رأوه هو الواقع. يعتقدون أنهم ينتمون إلى هذا العالم القديم. لم أكن أعرف شيئاً عن تورط التنظيم. لو كنت أعرف لجئتك. إنني فقط انغمست في الأمر. أنت تعرفني، تعرفني يا باسم. ستغادر هذا المكان وتعود إلى المقر. إن لم تخبر أحداً فلن أخبر مخلوقاً. مؤسف أن تنتهي تلك المعرفة دائماً بالوقوع في الأيدي الخاطئة. صحيح يا باسم؟ فوضى عارمة، ضمادات رأس، لكن هذا مستشفى على كل حال. لا أكترث لهذه الرسوم التوضيحية. علي العودة إلى المقر. باسم، انضم إلي على السطح.
فلتصحبك السلامة في رحلتك. باسم، كنت أعرف أنه أنت. ليس لديك وحدك أعين ترى من بعيد. إذن يا تبت، هل ملأت الشوارع بالأعين والجواسيس؟ هكذا حياة الرفيق، لولا معرفتي أين كنا سنصير؟ المعرفة أداة، سلاح، يمكن استخدامها في الخير أو الشر، والتنظيم يستخدمها في الشر حقا. ماذا عرفت؟ الفساد مستشر جدا داخل بيت الحكمة، إنهم يستخدمون كتابا قديما ليبنوا جهازا خبيثا. لقد سمعت شائعات عن هذه البدعة الكفرية، يطلقون عليها العمل العظيم. يجري التنظيم تجارب على الناس، تجارب قاتلة. لقد ردعتهم بشكل مؤقت، لكن شخصا يدعى الرابيس يدير الأمور في بيت الحكمة. ألديك فكرة عمن قد تكون شخصية رابيس هذا؟ إنني أشتبه في العالم الكبير فاضل فهيم. ذلك العجوز الوهن؟ الأدلة التي جمعتها تخبرني بذلك. ربما سيقيم بيت الحكمة ندوة كبيرة قريبا، اجتماع غير رسمي للعلماء، درس، مرطبات، لغو، حتى إن العظيمة عريب ستحضر. اذهب تجسس على هذا المدعو فاضل بحذر، لكن لا تشهر نصلك في الندوة، لا نريد أن نكشف أمرنا بعد. لكن إذا كان فاضل مذنبا وبمفرده، فحينها كالأفعى السامة عليك لدغه، لكنك لابد أن تكون متأكدا. قبل أن أتصرف سأكون متأكدا. يفترض أن الندوة هنا، حيث يشارك ألمع الأشخاص في بغداد حكمتهم. أوه، كنا في المتجر، ولذا راح يقرأ من أشعر بالحماس بشأن درس فاضل، سيشارك حكمة الكون. أجل، من الأفضل أن نهدم بيت الحكمة، لم تعد هناك حاجة إليه. هل قرأت أحدث تعليمات؟ معذرة، أبحث عن درس العالم الكبير. سيبدأ درس فاضل فهيم حول أسلاف البشر السابقين على الطوفان عما قريب. استمتع بمخزوننا من أطايب الطعام والمرطبات اللذيذة من فضلك حالياً. أين شاعرة عريب المأمونية؟ أين عريب؟ تمنيت أن أنال نفحة من هالتها العظيمة، من النادر رؤيتها خارج المدينة المدورة. المحبوبة في الحديقة تتأمل جمال وكمال الطبيعة. أن يكون المرء زهرة بين يديها الحكيمتين هو إلهام لبيت شعر ركيك. لابد أنها مرتاحة لتحررها من رعاتها الأثرياء. لعلها تعيش حياة مزدوجة مثيرة وسرية، فتخرج من قصورها خلصة بحثا عن الإلهام في حياة العامة. أشك في ذلك. قلت لك سأراك بالجوار. بالفعل، وما الذي أعادك؟ أريد أن أريك شيئاً. تحت
تحتوي فتحات بيت الحكمة هذه على أكثر الحلي والأدوات غرابة. سبق أن جئت هنا يا نهال. هذه حجرة أحمد بن موسى. أكنت تتسللين إلى هناك؟ يصيبني بالقشعريرة كما لو أنني أقترب من سر كوني. تقرأين كثيرا عن السحرة والمدن المفقودة والمدفونة أسفل الكثبان. أنت لا تقرأ بما يكفي، لعل هنالك عوالم أخرى، أناسا آخرين بالخارج وسط النجوم. هذا هراء. أحمد وإخوته قادرون على تصميم بعض الأجهزة المدهشة. أخشى أن كل أفكاره ليست عملية بهذا القدر. لا تختل بنفسك، فالعالم مليء بالعجائب. هل هذا يذكرك بكوابيسك؟ لا، بل شيء من البيمرستان أو مخطط تدريب للمستترين. آه أجل، الطرق السريعة للقتل بصمت، موت في ثوان. هذا؟ لقد رأيت هذا الرسم التوضيحي من قبل. هل هذا ما أردت أن تريني إياه؟ نعم، لقد ذكرني بذلك الغرض الذي وجدناه في القصر. ما هو؟ رسم من كتاب قديم. هناك شيء تخفيه عني. لن ترغبي في معرفة ما يحدث خلف الأبواب المغلقة. لماذا؟ لأنك أيضا لا تعرف؟ لأنه كما قال درويش، من الأفضل أحيانا ألا نعرف الحقيقة وراء ما يجب علينا فعله. الحقيقة يا باسم هي أن كل شيء هنا نصب عينيك، لكنك ترفض النظر إليه. هذا يتعلق بك، لطالما كان الأمر يتعلق بك منذ تلك الليلة. لقد قطعت عهداً يا نهال أن أترك حياتي القديمة وراء ظهري وأسلك مسار الظلال هذا. وربما ستعثر على النور يوماً ما، لكن حتى ذلك الحين سأسير خلفك في كل خطوة من مسيرتك كي أذكرك بألا تنسى من أنت. هل ذلك تهديد؟ لا أعرف. هي الشاعرة التي يحبها تبد، التي تظهر أشعارها باستمرار في أماكن غير متوقعة. أي روح الرمال، هادي سفينة الصحراء، من بعيد الديار أسمعنا ومن فسيح الفضاء. ماذا؟ السماء والبحر بعيدان، لكنهما في عينيك أنت وحدك يلتقيان. لقد قرأت أشعاري، ومن أنت يا ترى؟ محب للشعر ليس أكثر، وللنظام أيضاً، أم هل أقول الفوضى؟ لا أعرف سوى شاعر واحد ممن يحبون الفوضى إلى هذا الحد، وهو علي بن محمد. هل أنت من محبي عمله الغث؟ التنافس بينكما أسطوري، من شأنه تعزيز الصناعة، لا يسعني الاختيار. أنت لبق للغاية، لكنني أفضل البحث عن الإلهام وسط هذه الأزهار البديعة. طاب يومك. فاجأه الأمر حتى إنه خرج من الباب عارياً. ذلك أشبه كثيراً بما تطرحه فيزياء أرسطو.
المترجم الذي يفعله هنا حتى الآن؟ يا حنين، كان ينبغي أن تتمهل العودة. أعرف، لا أزال متوتراً، لكنني لم أستطع الابتعاد عن كتبي. لا مفر من تأدية واجبنا دائماً. وداعاً. انتبهوا أيها الحاضرون في الندوة، سيبدأ درس العالم الكبير بعد قليل. استمتعوا بوجباتنا الخفيفة الوفيرة وكياسة زملائكم الضيوف. قد يكون ذلك العالم الفلكي واحداً منهم، إلا أني أشك في ذلك. سيدي، لقد تشرفت بمعرفتك. من الجيد رؤية الشباب يستمتعون ببيت الحكمة. تعتقد أن العالم الكبير سيلقي درساً جيداً؟ لا تهدر وقتك في الاستماع إلى ترهاته، لقد كتبت العديد من الكتب العملية والتأديبية بدلاً من ذلك. عن أي الموضوعات؟ لقد كتبت باستفاضة عن الساعات الشمسية والاسطرلابات والنجوم والكواكب ومحيط الأرض. مذهل يا سيدي، سأقرأ مزيدا من أعمالك قريبا. وداعا. يبدو أن الدرس على وشك البدء، علي الرجوع إلى الكهرمان. إذا حسبنا على أستميحك عذرا، هل درس فاضل فهيم على وشك البدء؟ بالفعل، تفضل بالداخل. مرحبا بكم جميعا في بيت الحكمة، مركز التعلم في بغداد، بل في العالم بأسره. أنا فاضل فهيم الكمسة، العالم الأول في بيت الحكمة وأحكم الحكماء. اليوم سأصدمكم بما قد يبدو كلاما كفريا صارخا. لا تخافوا أيها الصالحون، رغم أنني كهل فإن ذهني لا يزال حاداً كالفولاذ. سأتحدث اليوم عن الخفايا، عن مخلوقات من العصر السابق على الطوفان. ألا يخبرنا الأنبياء القدامى عن عمالقة وجدوا قبل الطوفان؟ هجروا الله وعبدوا أصناماً باطلة؟ أليس من الممكن أن يكون هؤلاء العمالقة قد بنوا عجائب وأعمالاً ذات قوة مذهلة بعد من الآن؟ ماتت زهرة وحسان، قتلا بنصل حشاش. ماتا؟ أنصحك بالاختباء حتى يصبح الوضع آمناً. نعتذر لكم جميعاً، لكن درسنا قد انتهى. من فضلكم لا تترددوا في استكشاف حجرات بيت الحكمة الممتازة العديدة. تسمي نفسك العالم الكبير يا فاضل، يا من تحرق الكتب أملاً في أن يستر الدخان جرائمك. كم عدد الذين ضحيت بهم بحثاً عن المعرفة؟ كم استخدمت وأذيت وتخلصت باسم الاكتشاف؟ والآن تختبئ داخل بيت الحكمة، البيت الذي انحرفت به عن غايته. لكنني سأعثر عليك وسأحقق العدالة لكل روح عاملتها بوحشية من أجل عملك العظيم. الخبر صحيح، فاضل يقود التنظيم في العباسية، علي ملاحقته. خاصة في بيت عائلة إغريقية. أيها الناطور، دعني أمر. الذين أتوا من قبل هم؟ ما الذي تتحدث عنه؟ الذين أتوا من قبل هم؟ سأرد عليك لاحقا. أضعت أعظم أعمال فاضل. المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجدداً عند الحاجة. ماذا تعني بإضاعتك تحفة العالم الكبير الأدبية؟ متأسف، التهيت بحضور الشاعرة الشهيرة عريب. انسى أمر الشاعرة،
لنعثر على كتاب فاضل وإلا أصبحنا أمواتا. يبدو كجزء من عبارة مرور. ولا أستخدم أسلحتي هنا. ولا أستخدم أسلحتي هنا. معا نرى كل شيء يا إنكي. مجلد مذهل من تأليف فاضل فهيم، قد يكون تحفته الأدبية. عنوانه: الذين أتوا من قبل هم الذين سيعودون. هذه حتما العبارة. يستحسن ولا أستخدم أسلحتي هنا. مجلد مذهل من تأليف فاضل فهيم، قد يكون تحفته الأدبية. عنوانه: الذين أتوا من قبل هم الذين سيعودون. هذه حتما العبارة. أيها الناطور، الذين أتوا من قبل هم؟ هم الذين سيعودون. أصبت، يمكنك المتابعة. المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة. رويدك. ثمة خطب فادح هنا، رائحة من العفن والحديد. ماذا فعلوا بهؤلاء الناس؟ قد تساعدني تلك الأردية على الاقتراب من فاضل.
لن يحتاج المسكين إلى هذا مجددا. سيساعدني هذا على التخفي. أرجوك أعدني إلى هناك، لا أنتمي إلى هذا المكان. الشخص التالي، ادخل الآن. ثمة أهوال هنا، لكن الأفضع هو أنني قد رأيت كل ذلك من قبل بشكل ما. من يجرؤ على التدخل في عمل العظيم؟ قتل حلفائي وإفساد دروسي، إنها إهانة. يبدو أن ذلك من عمل حشاش متمرس. لابد أنهم فصيل ما في المدينة المدورة، أو أحد أولئك الغاشمين الغيورين في الشرقية. جرائم القتل هذه متقنة بالنسبة لمرتزقة. لا يهم، ما إن أفهموا كيفية عمل الآلية سأثبت نفسي للبهاموت. من هنا أيها المعدوه. أنت جديد، ألست كذلك؟ إنني لا أعرفك. وعدوك بالذهب عندما تطوعت، أليس كذلك؟ ما أنت بصدد أن تشهده يفوق كل ثروات الدنيا. لا تخف. هل أنت خائف؟ هذا عمل العظيم أدعوه الروح، ستأخذك في رحلة إلى عالم آخر. لما ترك الأولون خلفهم هذا العالم مليئا بالحمقى، ولما لم يتركوا من أمثالي إلا القليل؟ ندعو هذا بيت الحكمة، لكن أسسه غير سليمة، لأن أسفل بيت الحكمة تقبع زنزانة الجهل، وعلى أسرار مظلمة كهذه نبني فلسفاتنا. العلم أنبل غاية، والمعرفة أعظم قوة. لا، لا. ماذا إذن؟ هذا المكان قد يكون هنا حيث تكمن المعرفة المطلقة. إنه ليس كما أتذكره. وراء الأبواب بدا أكثر إشراقا. لكن في النهاية كل ما نراه هو الظلام.
لحظات العالم، إنه يؤمن بهذه الكائنات القديمة، أسياد الذاكرة. لا جدال في الأمر، كان فاضل متورطاً في التنظيم إلى أخمص قدميه. كيف وصلت إلى هنا؟ أمر سهل، اتبعت آثار الدم فحسب. لا يجب أن تكوني هنا. هل تكلمه؟ أحياناً، نعم. لكنه لا يرد، وأنا أرد. لقد افترقنا منذ ذلك اليوم، لكن ما رأيناه حين كنا في القصر، هذا النور، هذه الأصوات، لا يمكن أن تكون قد نسيتها. على عكسك يا نهال، أنا أدعو الماضي في الماضي. أتسمي البارحة ماضياً؟ وهذا الجني الذي يراودك، هذا الظل المنفر الذي يسحق صدرك، أزحف عائداً إلى الماضي هو الآخر؟ لا، إنه لا يزال هنا. في بعض الأحيان، حتى في النهار، أشعر بأنفاسه على رقبتي، حيث يغزو الكابوس العالم الحقيقي، أو ربما كان دوماً جزءاً منه. هذا جزء من واقعك يا باسم، أنا جزء من واقعك أيضاً، أنا ماضيك. أخبرني، هل ستتركني هناك؟ في زوايا ذاكرتك المظلمة؟ لن أفعل. ماذا لو اخترعت مكنسة آلية للبساط؟ باسم، انتهى الأمر. وكيف سار ذلك؟ سنؤجل هذا الحديث إلى يوم آخر لنتابعه في إحدى أسمارنا على نار المخيم. أحسنت صنعاً يا صديقي. سأرجع إلى عملي، تعرف أنني أشعر بالملل بسهولة. شكراً على ما فعلته يا باسم. إنها الحقيقة، لقد أحسنت صنعاً. سؤال أخير، عريب، هل كانت متورطة؟ ليس على حد علمي، لكننا يجب أن نظل يقظين. باسم، أنا بجوارك. باسم، تمهل. لا أستطيع تركهم في انتظاري. هل يعي رفاقك أن صائدهم كان مطارداً في منامه؟ لو كان في منامي فقط لتحملته، لكنه تبعاني عندما فررت من الأنبار. الآن صار يترصدني عندما أقتل من أطارده. تقصد رجال القصر المقنعين؟ مات أربعة بيدي، والأخير رأس الأفعى، سيلحق بهم عما قريب. لما تقطع الرأس وبإمكانك حل عقدة اللسان؟ ماذا؟ لما قد؟ كان الجني يبطش في المنام فقط، لم يلازمك يومياً قط حتى فتحت الصندوق.
عرف المقنعون ما بداخل الغرض القديم الذي استيقظ حين لمسته. لعل لديهم إجابات كأحياء أكثر منهم كأموات. إنني أطارد أعدائي، إنني لا أقاسمهم رغيفي، لقد أديت يمينا يا نهال. كيف تطاردهم وأنت مطارد؟ إن استطعت السير في الظلام حرا دون عبء فستخدم النور أفضل. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. إن لم تسل خصومك فسل أصدقائك على الأقل عما كان يسكن ذلك الصندوق ولماذا سعوا إليه. انتظرني رفاقي عند مقر الحربية. صفي ذهنك يا باسم، ركز على المهمة التي أمامك.